بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم مهندس أسامة، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ درس جديد من دروس برمجة مواقع إلكترونية باستخدام PHP والMySQL. درس اليوم إن شاء الله راح ناخذ عن تحديث البيانات داخل قاعدة البيانات باستخدام إعاز أبديت. أخذنا بالدروس اللي فاتت شلون نضيف البيانات وشلون نستعرضها على الشاشة. اليوم إن شاء الله راح ناخذ شلون نعدل عليها، يعني في حال إنه ضفنا في المعلومة ونريد نعدل عليها، كان يكون عن طريق خطأ أو تحديث أي شيء داخل الموقع. اليوم راح نستخدم إعاز أبديت حتى نسوي العملية. مثل ما نشوف قبالنا بالداتابيز، هاي هي الداتابيز اللي إحنا دنشتغل عليها، اللي سويناها بأول درس، درس الإضافة، جدول مال يوزر وبيها باسوردات ومعلوماتهم. ان شاء الله اليوم احنا راح ناخذ اعازات شلون نعدل مثلا على اسم اليوزر، او شلون نعدل على الايميل الموجود لكل يوزر. اول شيء لازم نتصل احنا بقاعة البيانات، فقلنا احنا للسهولة نسوينا فد ملف، سوينا ملف اسمه connection.php وبيه معلومات الاتصال اللي هي connect يساوي mysql i connect ومعلومات الداتابيز، وراح نتأكد انه هل اكو اتصال بالداتابيز ولا لا. في حال انه اي مشكلة تطلع لي، يطلع لي هذا المسج، وراها استدعي المسج، استدعي الملف هذا بداية السكريبت مالتي اللي هو اسمه connection.php. هسه احنا هذا الملف بدايته انه اتصلنا بقاعة البيانات. هسه راح نبدي نطبق الاوامر اللي نحتاجها. قلنا سوينا متغير اسمه SQL ونكتب بيه الكود اللي نحتاجه. كود الابديت هو ينكتب بالطريقة التالية: ابديت، زين، اسم التيبل اللي نكتبه اللي راح نعدل عليه يوزرز، سيت، اوكي، اسم الفيلد، مثلا يا فيلد راح نعدل، خلينا نقول هسه يعني كبداية حنعدل على تيبل اسمه اليوزر نيم يساوي القيمة اللي راح نضيف اللي هي للتيبل هذا. يعني معناها عدل لي على تيبل اليوزرية، خلي لي اليوزر نيم يساوي، خلينا نسمي مثلا أسامة 2. من نقول له عدل لي السيت، من نقول له عدل لي فت فيلد معين، اذا خليناها بهاي الطريقة ايش راح يصير؟ راح يسوي لي شكو ريكورد عندي بالداتابيز يوزر نيم ما تساوي اسامة 2، بالحالة راح يعني يخربط لي الداتابيز ويسوي لي مشكلة. فلازم انا احدد بالضبط وين موجود. فاخذنا بالدروس السابقة احنا شلون نختار كرو واحد من ضمن او فشرط معين عن طريق الوير، فنقول له وير ونختار اي معلومه موجوده بالداتابيز لهذا اليوزر. يعني مثلا خلني اجربكم قاعده بيانات، هاي هي قاعده بيانات بتكون من الاي دي، يوزر نيم، باسورد، ايميل الى اخره. من راح ننفذ اعاز الابديت راح نقول له ابديت يوزرز اللي هو التيبل مالتنا، سيت يوزر نيم اللي هو هذا الجدول اللي موجود قبالنا، set username يساوي أسامة 2. فالمن أسامة 2 where id يساوي 3. فمثلا لما نشوف اللي عازق بالنا راح نقول له انا عدل لي الريكورد رقم 3 وخلي لي اليوزر نيم مالته اسمه أسامة. نرجع للكود، ف where id يساوي 3، وراها ننفذ الإعاز mysql i query، نعطي connection اللي اسمه connect، وراها نعطي ال sql مالتنا، وراها طلع عملية مثلا دام حتى نعرف انه صار شغل ولا لا.
فالاي دي يصير رقم 3، راح يتغير اليوزر نيم مالته ويصير اسامه 2. هو كان سابقا اسامه اور 1 يساوي 1. نسيف شغلنا، مجرد نفتح الصفحة هاي نسوي ريفرش صار دان. نيجي نشوف قاعة البيانات، هسا هي موجودة قبالنا، شوفوا اليوزر رقم 3 صار اسمه أسامة 2. لاحظتوا هنا من التغيير انه تغير اليوزر حسب الإعاز الموجود قبالنا. ابديت اسم التيبل سيت، اسم الفيلد يساوي الفاليو مالتي وير، فالفيلد يساوي فد قيمة معينة. هاي هي ابسط صيغة للتعديل على التيبل داخل الماي اس كيو ال داتابيز. خلنا ناخذ لنا في المثال احنا بال HTML نسوي لنا فتح حقل لادخال اسم اليوزر، يعني ناس اسم اليوزر ثابت اللي هو اسامة 2، بس نفرض احنا نريد نغيره ونريد نغير غير يوزر مثلا. اللي نسوي صفحة كود HTML بسيط، هذا هو فد فورم بسيط. انه متكون فورم من حقل اسمه يوزر نيم وحقل اسمه الاي دي. العمليه اللي راح نسويها هسه احنا شنو هي؟ انه بحقل يوزر نيم راح نكتب الاسم اللي نريده، وبحقل الاي دي راح نكتب الرقم الاي دي اللي راح نغيره. يعني معناها راح ناخذ رقم الاي دي ونقول له وين موجود هذا الرقم غير لي هاي المعلومه الموجوده اللي هي حقل اليوزر نيم. فالكود راح يكون لها بالشكل التالي. اول شيء اتاكد ان هل صارت عمليه بوست على اي بوتون، مثلا صارت مثلا صار بوست نيم ابديت، هل صار بوست للابديت؟ اذا كان اوكي ننفذ العمليه التاليه. ناخذ اسم اليوزر نيم من الحقل الأول اللي اسمه يوزر نيم، ناخذ حقل الاي دي من حقل الفورم اللي اسمه اي دي. صار عندنا اليوزر نيم، صار عندنا الاي دي. هسه الاس كيو ال مالتنا راح يكون بالشكل التالي: ابديت يا ان ابديت للتيبل اللي هو تيبل اسمه يوزر، سيت شنو شي يعدل عليها حقل، قلنا حقل اليوزر نيم، فقلنا سيت يوزر نيم يساوي شي يعدل القيمة مالتنا اللي هي ناخذها من المتغير اللي اسمه يوزر نيم. قلنا ما يصير نعوفها وحدها، لازم نحدد بالضبط وين حيصير التعديل، فنقول له وير على حقل اي دي يساوي الاي دي اللي عندنا. وراها ننفذ الاعاز. نطلع رسالة دان مثلا حتى نعرف انه صار شغل او لا. هسه هذا الفورم اللي قبالنا، شنو فكرة هذا الفورم قبالنا؟ انه راح نكتب اليوزر نيم هنا، وهنا نعطي الاي دي اللي راح نعدل بمكانه. فهو راح يبحث عن هذا الاي دي ويخلي الاسم اليوزر نيم قباله. يعني هسه هنا بهذا الجدول راح نختار مثلا الاي دي رقم 5 اللي هو هنا قبالنا، راح نعطي الاي دي رقم 5 ونعدل على اليوزر نيم مالته ونشيل مثلا هاي فارز، نكتب بس هذا الاسم رقم 5.
نكتب اليوزر نيم ونقول له ابديت. طلعت لنا رسالة دان. هسه لو نسوي ريفرش ونشوف على اليوزر رقم 5 نلاحظ انه اتغير حسب ما احنا سوينا. نختار غير يوزر، مثلا اليوزر رقم 1، نكتب 1 ونسمي مثلا IQ تك كابيتال 2، ابديت، نسوي ريفرش، هيات اليوزر رقم 1 غير مثل ما احنا سوينا. هذا هو كود الابديت داخل PHP. في حال نسيتوا انه شلون تسوون الكود، او نسيتوا السنتكس الخاص بالكود الابديت، او عندكم كان جدول ضخم وبيه اكثر من معلومة تريدون تغيروها، تقدرون بالPHP ادمن تضغطون على اي معلومة موجودة بالتابل. مثلا خلينا نختار معلومة رقم 3، بالاديت شو تريدون تعدلون؟ مثلا اريد اعدل على حقل الباسورد، وارد اعدل على حقل الاسم، وعلى حقل الايميل. نقول له جو. شوفوا هنا راح يطلع لنا الكود الخاص بالتعديل هذا التيبل. ابديت، تاخذون تعوفون هذا اول شيء اللي هو اسم الداتابيس، تاخذون بس اسم التيبل. الحقل الاول معلومته فارزه، الحقل الثاني ومعلوماته فارزه، الحقل الثالث بمعلوماته. where id يساوي رقم الاي دي اللي عدلنا عليه. limit 1 تقدرون تكتبوها وتعرفوها. لهنا انتهي درسنا لهذا اليوم، اتمنى يكون الدرس واضح ومفهوم. اي سؤال اي استفسار تقدرون تطرحوه بالكومنتات او على صفحتنا بالفيسبوك. لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة. تحياتي لكم، مع السلامة.